التواصل المستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل. وصلنا الى شوط الختام، ختام هذه الاشواط الصباحيه المميزه التي حملت لنا انطلاقات سن الحقائق التي دارت على مدى 25 شوط. ينطلق مشاهدينا الكرام شوطنا الختامي في هذا الصباح المميز والجميل. يسير هذا الشوط، يحمل لنا ايضا هذه الاسماء المميزه ويحمل لنا ايضا في طياته الحقائق الابكار. نسير مع هذه الشعارات المميزه الحاضره والمنطلقه في هذا المسار المميز والجميل، ايضا مباشره مع المركز الاول واول الاسماء الحاضره والمنطلقه مع البدايه. من تاتينا؟ رهف محمد بن حمد بن محمد بن سعيد آل بخيت، من يقدم لنا شعاره مع المركز الاول وصداره هذا الشوط، بينما اتابع المركز الثاني وصول وتقدم مع ثاني التحديات. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، وصول من فتيله علي بن محمد بن علي الشيبه المري مع المركز الثاني والمركز الثالث، وصول وتقدم من مجاديف حمد بن محمد بن علي الشراب، من يصل مع مجاديف والمركز الرابع، وصول وتقدم من شواهين محمد بن علي بن حمد ال فهيده المري والمركز الخامس، واللي واصله مع المركز الخامس هناك مشاهدينا الكرام بالشاشه حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل اللي واصل شواهين صالح بن علي بن سعيد ال بريس المري، من يصل بتحدياته المميزه مع المركز الخامس. هكذا هي الاسماء الاولى المتقدمه في هذا المسار المميز والجميل، ولكن عوده مع البدايه، نعود مع المركز الاول وصداره هذا الشوط. شواهين هنا مع البدايه من تتقدم في هذا المسار المميز والجميل، محمد بن علي بن حمد ال فهيده المري، من يقدم لنا شعار وتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني رهف محمد بن حمد بن محمد بن سعيد البخيت مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصول من عربة راشد بن سالم بن حمد آل فهيدة المري، يصل بتحدياته المميزة مع المركز الرابع والثالث في هذا المسار. المركز الرابع من الجانب الآخر من تتدخل في هذا المسار المميز قناعة بخيت بن علي بن حمد المري، والمركز الخامس اللي واصل في هذا المسار وتتقدم مع المركز الخامس. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، من ميمنة الميدان فتيله علي بن محمد بن علي الشيب المري. هكذا هي الاسماء المتقدمه الاولى في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع، ولكن العوده مع البدايه مع صداره هذا الشوط. شواهين مع المركز الاول، شواهين مع البدايه، شعار بن عايض من يقدم لنا تحدياته المميزه والجميله مع شواهين مع المركز الاول، محمد بن علي بن حمد ال فهيده المري مع صدارة هذا الشوط مع هذا الانطلاق المميز، بينما المركز الثاني وتابع التقدم والوصول من قبل اللي واصله هناك صخا حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري، يصل بن حلفان يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة، وأيضا وصول مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل اللي وصلت في هذا الانطلاق المميز والجميل. تصل هنا ماركة علي بن حمد بن عريق، يقدم لنا أيضا شعاره وتحديات المميزة مع المركز الرابع المركز الخامس، وصول من شعار الشيبة يتقدم في هذا المسار، ولكن دخول من عرب تصل في هذا المسار راشد بن سالم بن حمد آل فهيدة المري، من يقدم لنا هذا الاسم المميز والجميل. نعود مع البداية مشاهدينا الكرام، نعود مع المركز الأول، شواهين مع الصدارة مع المركز الأول مع بداية هذا الشوط. من تتقدم في هذا المسار؟ محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري، يقدم لنا شواهين بتحدياته المميزة والجميلة، ولكن تابع المركز الثاني وصول من قناعة بخيت بن علي بن حمد المري ويصل في هذا المسار. تابع الوصول أيضا من القايدة، يصل شعار بن حران يقدم لنا القايدة سالم بن محمد بن حران آل فهيدة المري، يصل ايضا بهذا المسار المميز والجميل. المركز الرابع اللي واصل بهذا المسار وتتقدم بهذا الانطلاق المميز والجميل مشاهدينا الكرام من ميمنة الميدان شعار الغفراني، يتقدم بهذا المسار، وايضا قناع بخيت بن علي بن حمد المري يتقدم بهذا الانطلاق المميز والجميل. وصلت بواسل عبد الله بن راشد بن زيد ال بحيح المري، ولكن العوده مع البدايه، شواهين مع الصداره مع المركز الاول صداره هذا الشوط. يقدم لنا شواهين بهذا المسار المميز محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري، ولكن بن حران يضغط على الصدارة. الله يا
سلام يقدم لنا القائدة، ولكن وصل الزعبي، وصل الزعبي في هذا المسار يقدم لنا زحزحة. راشد بن بطي بن محمد الزعبي يصل الشرس بتحدياته المميزة، والزميل مع المركز الثالث، المركز الرابع وصول من بواسل عبد الله بن راشد بن زيد البحيح المري، ولكن البداية الله يا سلام. القائدة القائدة بن حران مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، الله الله الله. إذا البداية مع القائدة سالم بن محمد بن حران ألف هيدا المري مع صدارة هذا الشوط، روح مع البداية مع المركز الأول حران مع البداية يقدم لنا هذا الاسم المميز والجميل مع المركز الأول مع القائدة القائدة مع صدارة هذا الشوط، شوط الختام مع بن حران يقدم لنا هذا الاسم القائدة القائدة سالم بن محمد بن حران ألف هيدا المري مع صدارة هذا الشوط، يخطف الأضواء يخطف ناموس شوط الختام مع أيضا القائدة، سلام القائدة سلام سلام بن حران سلام، مشكور على هذا الأداء المميز والعرض الأميز، تهانينا والناموس على هذا الفوز، وسعدت صباحا على هذا الفوز وهذا الانتصار، تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن حران ألف هيدا المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت بواسل عبد الله بن راشد بن زيد البحيح المري، والمركز الثالث، المركز الثالث وصلت زحزحة راشد بن بطي بن حمد الزعبي، المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من الوذنة مسعود بن عبد الهادي بن مسعود بن قطامي المري، والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام كلف لسعيد بن بطي بن محمد الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر هذا الشعار ليقدم لنا احد الاسماء الكبيره والمميزه في هذا المسار المميز، القائده خطفت ناموس هذا الشوط، تهانينا وناموس مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل ايضا لمالك القائده على هذا الفوز سالم بن محمد بن حران الفيده المري وانجاله الكرام على هذا الفوز وهذا الانتصار، تهانينا وناموس. توقيتها الزمن 6 دقائق ثانيتين 16 جزء من الثانيه، تهانينا وناموس يا راعي القائده على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني، المركز الثاني بواسل وتوقيتها الزمن 6 دقائق 3 ثواني 33 جزء من الثانيه، تهانينا وناموس لمالك بواسل عبد الله بن راشد بن زيد البحيح المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت زحزحه وتوقيتها الزمن 6 دقائق 4 ثواني 78 جزء من الثانيه، تهانينا وناموس الراشد بن بطي الزعبي. اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل وصلنا الى ختام هذه الفتره.